صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأولى تقديم طلب العلم أم تقديم قيام الليل؟ ها؟ يقول صلى الله عليكم: هل الأولى تقديم طلب العلم أم تقديم قيام الليل مع ضيق الوقت؟ لا تنافي بينهما أبدا. وقت الليل ما فيه طلب علم، طلب العلم في النهار بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. ما وسط الليل ما في، ما هنا ناس يجلسون وسط الليل، ولا هنا حلق ذكر وسط الليل. فاجعل الصلاة في الليل لها وقت، وطلب العلم له وقت آخر. نعم، انتهى. الله.